بعض المشاهد كده شفناها من شوية لمسلسل إيزابيل، المسلسل اللي بيبتدي عرضه النهاردة على شاشة الحياة. مسلسل بيتناول فترة مهمة جدا ليها علاقة بينا كعرب، لأنها الفترة اللي انتهى فيها وجود العرب في أسبانيا. يمكن كتير مننا ما يعرفش التفاصيل أو التاريخ، يمكن المسألة كلها مجرد عناوين لحكم المسلمين سقط في الأندلس زي ما كانت بيتقال عليها في الوقت ده. تفاصيل المرحلة التاريخية المهمة دي ممكن نشوفها أو نتابعها من خلال العمل الدرامي، لكن هل كل ما هيعرض أو هيقال في هذا العمل ليه علاقة بالواقع؟ هل في كلام كده بقول لك دي أحداث مقتبسة من التاريخ؟ على كل الأحوال احنا عايزين نفهم يعني المسألة تاريخ المرحلة دي، لأن المسلسل كمان من قبل ما يتعرض، بقول لحضرتكم اتعرض النهاردة أول يوم، أول ما بقى فيه إعلانات عنه بقى فيه حالة كده من الجدل، وما فيش مشكلة، ده جدل صحي في نهاية الأمر ما بين مؤيد وما بين معارض، ما بين يقول لك الملكة دي اللي هي إيزابيل اللي هو عنوان المسلسل ليها تاريخ أسود مع العرب والمسلمين.